السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة المطبخ الجزائري مع أمينة. كان أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا به تكبر عائلة المطبخ الجزائري، وفي نفس الوقت فعلوا الجرس به يوصلكم جديدي. وصفة نهار اليوم وصفة رائعة جدا وحلوة برستيج، تقدروا ديروها في كل مناسباتكم وأفراحكم، واللي هي ديري سجوس. راح تكون مقادير مضبوطة. نبدأ بالمقادير اللي نحتاجوها: 65 غرام مارغرين تكون طرية، صفار بيضة، ملعقة سكر ناعم، ملعقة ونصف مكسرات تكون مرحية خشين. لهنا استعملت خليط ما بين الجوز والكاوكاو، نحتاج ملعقة ونصف فقط. ملعقة سكر ناعم، ملعقة ونصف قطايف يكون محمصين ومرحيين هذا الشكل الرقم تشوفوا فيه، نصف ملعقة كاكاو بني تكون نوعية تاعو نوعية جيدة، زوج ملاعق كبار تاع فلون ذوق شوكولا، وكيس فانيليا. الكيس هذا تاع الحبيبات اللي تكون بهذا الشكل. 30 غرام جوز، لان هذا الجوز راني محمصاتو وقطعته بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه، قسمت الحبة الى نصفين. وللتزيين نحتاجو طوفيا كراميل والشوكولا، تحبوا شوكولا سوداء ولا بالحليب، وفرينا به الليمون العجينة. نبدأ بتحضير الوصفة على بركة الله. نجيبو الريسيبيون راح نخدمو فيها ونفرغوا فيها كمية المارغرين بسم الله اللي قلنا 65 غرام. نضيف عليها السكر فانيليا اللي قلنا كيس واحد ما يعادل ملعقة تكون صغيرة، وصفار البيضة، وفلون ذوق الشوكولا اللي قلنا زوج ملاعق. في هذه المرحلة راح نستعملوا الباتر. لازم تستعملوا الباتر وتبقوا تضربوا في مليح في المكونات حتى الخليط يتغير شكله ولونه بسم الله. شوفوا كيفاه تغير اللون تاع الخليط. في هذه المرحلة نضيفوا كمية السكر الناعم ونزيدوا نعاودوا نطلعوا بالباتر كل المكونات. راني كملت ضربت مليح بالباتور، شوفوا كيف تغير اللون تاع الخليط. لازم تبقاو تضربوه حتى تحسوا الخليط ولا على شكل كريمي وفي نفس الوقت تغير اللون تاعو. احنا نبدا باضافه الكاكاو. عطيت لكم الكميه تاع الكاكاو نصف ملعقه فقط، ونحركوا مليح. ما تستعملوش الكاكاو الاسود خاطرش راح يعطيكم نكهه ماهيش مليحه للحلوه تاعكم. هذه الحلوة راقية جدا وبرستيج، تقدروا ديروها في كل المناسبات والأفراح والأعياد. إن شاء الله ربي يرفع لنا البلاء. ونرجعوا كما وقت فات، لهنا الخليطة راح نسجل. نضيف كمية المكسرات اللي قلنا رحيناها ما ترحوهاش رقيقة بزاف، ونزيدوا كمية القطايف. ديما هرسوها شوية بيديكم راح تعطينا نكهة رائعة جدا للحلوة. ونحرك المكونات. لهنا اللي ما عندهاش الباتر وتحب تدير الوصفة هذه تقدري تستعملي الفوي، بصح راح يتعبك شوية تبقاي تضربي به حتى تحسي الخليط تاعك تغير اللون تاعو. القطايف راح تعطينا قرمشة من بعد، وهذه الحلوة راهي بدون خميرة، مانيش راح نستعمل فيها خميرة نهائيا. الخليط راهو جاهز. نبدو بإضافة الفرينة. الفرينة ديرو تدريجيا. راح نهز كوب الأول ونبدأ نحرك بيدي ونشوف. لازم الحلوة تاعكم متحكموش تيبسوها بزاف بالفرينة، لذا حذاري وراني مغربلتها. ديما المواد الجافة تاعكم غربلوهم باش الحلوة تاعكم تجي مليحة. وكي تبدو تلمو بالفرينة ما تعجنوهاش، لمو غير أطراف الأصابع راهي تتلم، لذا راح نكتفي بهذا القدر تاع الفرينة. شوفوا كوب واحد وما درتش الكمية كاملة، هذا هو شبقى منها فرينة. نبقى نلم فيها حتى نتحصل على العجينة تكون متماسكة. هذا هو شكل العجينة كيفاه يكون، شوفوا تكون طرية ما تكونش يابسة بزاف. درك راح نبدا نحل فيها بالأقل، واعملوا حسابكم ما ترقوهاش بزاف خاطرش مانيش راح نلصقوا حبة فوق من حبة وما فيهاش الخميرة. لازم نخلو البات تاعنا خشينة شوية. ممكن تستعملوا الفرينة في هذه الوصفة، استعملوا الأداة تاع السيليكون ولا كيس بلاستيكي خاطرش كل ما ديري الفرينة بكا راح تنشف لك وتجي الحلوة تاعكم ماهيش مليحة. نجيبوا القطعة هذه اللي راهي متواجدة عندنا في الأسواق، وتقدروا تستعملوا حتى على شكل مستطيل ولا شكل قلب الشيء اللي تفضلوه. نبدأ نطبع في العجينة بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه، لان راني ديما ندير لكم كميات صغيره وانتوما ضافوا الكميه حسب المناسبه اللي عندكم. شوفوا السمك تاع الحبه كيفاه تكون، لازم يكون شويه خشين. نكمل كامل الحبات اللي عندي نحطهم في البلا، وفي نفس الوقت تكونوا مسخنين الفرن تاعكم
باش الباكاكي تحطوا الحلوى تاعكم طيب، يكون الفرن تاعكم مسخون. شوفوا ما شاء الله البات هذه القطايف والمكسرات راح يعطوها بنة والفلون، جربوها واكيد راح تعجبكم بكل سهولة. وهذه العجينة اللي قعدت تزيدوا تعيدوا تلموها بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه، ما تعجنوهاش وتعيدوا تحلوها كما حلينا على الاول. شوفوا كيف تلمت وتكملوا تطبعوها. انا كملت طبعت كامل العجينة. الكمية اللي استعملتها تاع 25 غرام مارغرين زبدة خرجت لي 16 حبة بهذا الحجم اللي راكم تشوفوا فيه. درك راح نحطها طيب، وردوا بالكم عليها كي تدخلوها الفرن خاطرش العجينة راهي فيها الكاكاو، ما تخلوش تيبس بزاف باش الباديكا ما يجيش الشكل تاعها ماهوش مليح. الكاطو راهو طاب، شوفوا الشكل تاعو، هذا هو الشكل اللي تحصلوا عليه. لازم تخلوه بعد ما يطيب تخلوه يبرد تماما ونبدو نزين فيه. في هذا البوش حطيت طوفية كراميل ونبدو نزينو الحلوى تاعنا. كيف راح نستخدمو؟ نديرو خطوط بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. كما نعرفو انها الديليس والجوز يجي بزاف مليح بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. ديروا كميه مليحه. لهنا اللي ما عندوش طوفيه كراميل تقدروا تستعملوا نيسلي كراميل ولا حتى الشوكولا للطلي، صحية بالكراميل تجي بزاف مليحه. وتقدروا تخدموا الكراميل في المنزل. وفيما يخص العجينه تقدروا تستخدموا العجينه اللي مديتها لكم، نقصوا منها الفلون وديروا كميه تاع كاكاو بركه غير تضافوا الكميه. والقطايف اللي ما عندهاش القطايف تقدر تستغنى على القطايف. شوفوا الطريقه جد سهله. هذه الحلوه راهي عصريه وبرستيج، تقدروا ديروها في كل المناسبات تاعكم. راني دايره عدة وصفات، اي وصفه من وصفاتي راهي مضمونه ومجربتها قبل ما نديها لكم. اذا ديروها على ضمانتي. بعد ما تكملوا ديروا الكراميل، تجيبوا هذيك الكميه تاع الجوز وتبدوا تحطوا الجوز بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه معايا. تحبوا لهنا تستعملوا الجوز ولا تقدروا تبدلوا الجوز باللوز ولا حتى الكاوكاو اللي ما عندوش لما لا، صحيه بالجوز تجي بزاف مليحه. بعديك كي تناولوها تحسوا بالقرمشه تاع الجوز. واي نوع تاع مكسرات تحبوا تستعملوه حمصوا الكميه تاع المكسرات تاعكم في المخلط باه تجيكم بنينه. انا نكمل كامل الكميه اللي عندي ونحطها في المجمد. ضروري انكم تحطوها في المجمد مده 5 دقائق ولا 10 دقائق وتخرجوها. هذيك الخطوه الاولى. الحلوه راهي بردت خرجتها من المجمد، ضروري تحطها في المجمد. شوفوا الشكل تاعها تماسكت وحكمت روحها. دوكا واش راح نديرو في هذه الريسيبيون؟ ذوبت شوكولا بالحليب على حمام مائي، بعد ما ذابت ضفت لها ملعقه تاع زيت. الخطوه تاع الان نحطوا الحبه تاعنا بهذا الشكل، ما نحكموش نغلفوها كامل، نغلفوا غير الجزء الفوقاني اللي راكم تشوفوا فيه ونخلوا البسكوي يبان. ننفضوا من الزوائد هذيك الشوكولا بالشكل اللي راكم تشوفوا فيه. شوفوا شكل الحبه كيف هيكون. نزيدوا حبه اخرى. شوفوا الحبه، نهزوا الشوكولا ونرموها على الجزء الفوقاني فقط. تقدروا لهنا تستعملوا الكميه اللي تحبوها تاع الجوز، تقدروا حبه واحده تاع جوز تقسموها في كامل اجزاء تاع الحبه لهنا، ولا تقدروا تعوضوها باللوز نفس الشيء. ننفض الزوائد ونحط الحبه. نكمل كامل الحبات بنفس الطريقه. شوفوا الشكل اللي تحصلوا عليه. ونعاود ضروري انكم تعاودوا تقلبوها للمجمد، ما تحطوهاش في الثلاجه. راني نقول المجمد به تبرد تماما ويجي الشكل تاعها مليح. هذا هو الشكل النهائي للحلوى اللي درناها نهار اليوم، ديليس الجوز، بزاف بنينه وشكلها رائع. الكميه اللي استعملتها خرجت لي 16 حبه بالحجم اللي راكم تشوفوا فيه. وتقدروا نتوما تغيروا وديروا اي قطعه نتوما تحبوها. راح نقسم لكم لهنا حبه باه تشوفوا من داخل كيفاه تجي. تجي بزاف مليحه، شوفوها من داخل كيفاه تجي. تجي بزاف مقرمشه. شوفوا من هنا كي نضغط شوفوا كيف الكراميل راهي تخرج. وكلمسة أخيرة زيتها بالورقة الذهبية. إن شاء الله تعجبكم الوصفة تاع نهار اليوم وتجربوها وتقولوا لي رايكم في لي كومونتير. ما تنساوش تبارطاجيو الوصفة عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باه يوصلكم جديدي. نتلاقيو في الفيديو القادم إن شاء الله.